الفترة الجاي اللي راح تكون مسؤولة عنها وعن كل ما يتعلق بالمشروع عنا. وطبعاً برحب بالمنحة اللي هي أورلي عفر اللي راح ترافقنا على مدار 10 لقاءات، اللي إن شاء الله كل لقاء راح يكون 3 ساعات تعليميات. لقاءنا راح يكون كل يوم خميس من الساعة 4 على الساعة 7، 7 وربع طبعاً منهم راح نطلع على السكاة. اللي بطلبه منكم بداية إنه عن جد كثير مهتم بالحضور بالوقت، الالتزام بالوقت كثير مهم. على أساس كمان إنه إحنا كمان ما نتأخرش بالتوقيت. ليش المصلحة بعد؟ ولسه ما رحت مكتب العمل وناوي أكون مكتبة. أي موضوع ممكن يدعمني يعني مكتب العمل بدي أفوت وبدي أتعلم. هي انا قاعده شغل وشغل قاعده لسه قاعده فيش شغل، فانا سنتين وقف الشغل قعدنا. الكورس بتاخد مسجله شيل بروجكت اشت خاين. كما شاهدت يعني اولي اني اولي اوفر اني جاره بكمون شزه عليات طرنئل ثمانه נדבר על זה בשבוע הבא, אוקיי? אבל בשבוע הבא